اتأخرت عليك؟ أنا هعمل حفلة في اسكندرية بمناسبة المشروع الجديد اللي هعمله هناك. ألف مبروك عليك يا روحي. الله يبارك فيكي. الحفلة دي حضرها ناس كبار وطبعاً أنت هتبقى معايا. طبعاً طبعاً يا حبيبي. فرصة نغير جو ونقعد يومين في اسكندرية. محمد، ممكن كفاية يوم واحد عشان عندي شغل كتير قوي الأسبوع ده. خلاص يا توح، نخليها يوم، نبات ونرجع الجمعة على طول. ايه ده؟ هو الحفلة دي هتبقى يوم الخميس؟ ايوه الخميس الجاي. اصل انا عندي شغل مهم قوي يوم الخميس. يعني ايه شغل مهم؟ بتهيألي مفيش حاجة عندك أهم من جوزك. دي حفلة حاضرها الملك. برافو، تحية. انت كنت هايلة، جلالة الملك والملكة فريدة كانوا مبسوطين منك قوي خالص، حسنين باشا وكل البشوات. وعلى فكرة انا عيني ما اتشالتش من عليهم طول الحفلة، كانوا هيتهبلوا عليكي. البركة في ربنا وفيك، ربنا يخليك لي يا رب. عارف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ ايه؟ نفسي اسلم على الملك قوي. طب ايه رأيك بقى ان الملك نفسه طلب اني اقابلك؟ انت بتتكلم بجد يا سليمان بيه؟ لسه حسنين باشا حالا دلوقتي مبلغني بالموضوع ده. يلا يلا اوام اوام، غير هدومك عشان نروح نعمل. الملكة فريدة هتكون معاه؟ لا، الملك دلوقتي قاعد في ركن الشيشة البلدي. مساء الخير يا جلالة الملك. أهلا أهلا يا تحية، كنت هايلة النهاردة. متشكرة قوي قوي جلالتك، دي شهادة عظيمة أعتز بيها العمر كله. عرفت إنك رقصتي متبرعة في الحفلة. وهو ينفع برضو أخد فلوس في حفلة جلالتك حاضرها؟ كلنا في خدمة مولاي. عظيم تحية، عظيم. حسنين باشا، امر مولاي. تقدم شكر تحيه ب 50 جنيه. تحت امر جلالتك. انا متشكره قوي قوي لكرم مولاي. انا احب الفن والفنانين قوي يا كرمك. تقدري تتفضلي دلوقتي. بعد اذن جلالتك. شيك بخمسين جنيه من الملك. حلاوتك يا توح. ربنا يرزقك دايما يا حبيبتي. وريهوني يا اختي، عايزه اشوفه. امسك. سبحانك يا رب، بقى حته الورقه دي تتفك بخمسين جنيه. شفتي ازاي؟ انا بقى كسبت فلوس كتير وقليل اول مره اخد فلوس بالشيك. من بكره يا توح هتروحي تصرفيه. لا يا هبله، ده طالما شيك وبخمسين جنيه يبقى افتح بيه حساب في البنك، ويبقى اول فلوس بحطها في حسابي من فلوس الملك. طب يلا بقى يا حبيبتي عشان تتعشي قبل ما تروحي. لا يما، ده انا على اخري، اما انا متعشيه حته دين عاش وملوكي هحكي لك عليها في ربايتي معاكم النهارده. تحيه، اوعي تكوني غضبانه من جوزك. لا يما، الباشا بايت في اسكندريه الليله دي. نعم؟ لا 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 يا باشا، كله كوم وكاريوكا، دي كوم تاني خالص. دي بنت جدعه وبنت بلد، انا شايف انها مختلفه عن الباقي كلهم. لا سعادة باشا، ما قطعتش ابدا انها هتوافق على حاجه زي كده يا فندم. لا، ما اقدرش مع ديك، انا ما اقدرش حتى افتح معاها الموضوع ده. انا اسف يا فندم. لا لا لا، انا اسف يا معالي الباشا، انا اسف. الف سلامه، نهارك سعيد. ايه القرف ده يا عمتي؟ عمتي مريم يا عمتي. في ايه؟ في ايه يا ولد؟ شفتي كاتبين على عمتي تحيه في المجله دي وحاطين صورتها كمان. وريني. أو النام. بنت يا توح، حسنين باشا عاوزك. حسنين باشا مين يا مدام؟ حسنين باشا يا بنت ما انتش عارفاه،
رئيس الديوان الملكي. يلا عاوزك مستنيكي. يلا ايه بس يا مدام، ده انا نمرتي قربت. خير يا باشا. جلالة الملك عايزك في حفلة. قوي قوي. امتى الحفلة دي؟ دلوقتي. دلوقتي؟ معلش، اصلها حفلة خاصة. خاصة جدا. وجلالته طلبك بالاسم. حفلة خاصة. طب بلغ جلالة الملك ان انا تحت امره في اي حاجة. عامة. ويا ريت تبقوا تقولوا قبلها بكتير. ده جلالة الملك. فقرية بقى وماليش في حفلات جلالة الملك. في 100 بنت جوه يتمنوا يروحوله، لكن أنا مرات محمد باشا سلطان، وقبل ما أكون على ذمة أي حد أنا لأ. بلغ جلالة الملك إن الشيك اللي اداهولي ممكن أوي أردهولي الصبح لو يحب، غير كده ملوش عندي. يا ريت تبلغ تحياتي للملكة فريدة، أصلها بتحبني وبحبها قوي. اطلع. جلالتك بتضحك؟ أصلها بجد عجبتني يا حسنين، واضح من كلامك إنها أفحمتك. الحقيقة لكن اللي خلاني سكت إنها لمحت من بعيد إن في علاقة ود بينها وبين الملكة فريدة. لا 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 لا، ابعدنا بقى عن البنت دي، شكلها كده هتعمل لنا مشاكل للصبح. أمرك يا مولاي. خلي البنت دي على قد الرأس وبس. اللي تشوفه يا مولاي. بس والله جدع، جدع كريوك. هلو يا روح، وحشتني. أنا أسفة جدا اتأخرت عليك. تحية يانا يا الشغل. ليه كده يا محمد؟ تعرف كويس قوي إن أنا بحبك، بحب الشغل، ما أقدرش أستنى. تحية يانا يا الشغل. الشغل هو كل مستقبلي. تحية. أنت طالب. يا أختي بلا هم، رجالة زي الرز. مأمورة على حالي. اتطلق مرتين في الموتة القصيرة دي. هنقول ايه بقى؟ نصيب. بس انت يا اختي مالكيش ذنب. والله فعلا ما ليا ذنب يا جمال. انا زي اي واحدة اللي نفسها تحب وتتحب وتعيش في دل راجل. لكن اعمل ايه بقى؟ مش بايدي. الاولاني يلا الله يسهله، والباشا بعد ما حبيته وخيرني قال لي انا يا الشغل، وانا شغلي مش ممكن ابدا استغنى عنه. انا تعبت قوي عشان اوصل للي انا فيه ده يا جمالات. فوقي بقى لنفسك ولشغلك يا اختي، الرجاله ما تتضمنش. عندك حق، انا محتاجه افوق لنفسي شويه. لكن اللي معذبني ام متضايقه وتعبانه قوي عشانها، وهي كمان مأمورة على بختي المايل، وصدقيني مش بإيديا. من فضلك الست هي موجودة؟ أيوة موجودة، اتفضل. صباح الخير ست هي. صباح النور يا عم إبراهيم. خير؟ الباشا بعت لحضرتك شنطة هدومك وبعت لك الظرف ده. في إيه الظرف ده؟ بيقول مبلغ لحضرتك. رجع للباشا فلوسه.
انا مش واخده الفلوس دي. بس ده شعر ربنا يا بنتي. بلغ الباشا ان تحيه كايوكا مش محتاجه حاجه من حد ولا عمرها هتحتاج حاجه من حد. امي استنى خدي معاك. ايه يا تحيه ما خدتيش الفلوس ليه؟ دي فلوس كتير. والله لو كانت مال قرون ما تلزمني يا حبيبتي. دي حقك. كرامتي اهم من حقك. يوه ده شعر ربنا يا توحي. انا ما كنتش شغاله عنده. انا حره وهعيش طول عمري حره. كويس انك اتمسكتي بشغلك. انا فعلا حاسه اني بحب شغلي اكتر من اي حاجه تانية في الدنيا. ما هو شغلك يا توحى هو اللي باقي لك. انت ممكن تعيشي خدامه طول عمرك لراجل وفي الاخر يسيبك. عندك حق يا مدام، وده اللي مخوفني وحصل لستات كتيره قوي قبلي. الست في مجتمعنا مظلومه، ما خدتش اي حق من حقوقها، عشان كده عاوزاكي تركزي في شغلك. ساعتها يا توحى الكل هيقرب لك. فيلم جديد يا توحى، انا شايف انه مناسب جدا. وده بطولة مين يا بيه؟ ليلى مرادي يا ستي. فيلم اسمه ليلى بنت الريف. الله، ليلى مرادي انا احبها قوي، بس اوعى يكون اخراج توجو مزراح. الله، انت مش عايزه تشتغلي مع توجو ليه؟ انا بقى اشتغل مع اي حد يا سيدي، بس هو يبقى بحيده حبتين. حاضر يا ستي، انا هوصيه يزودك 5 جنيه بحال. يا سلام، وماله جاي على نفسه قوي كده ليه؟ بس انت طوليهم في الاول يا توحى. والنبي عندك حق يا بيه، ما هو يهودي يعني ياكل مال النبي. شفتي بقى، فاكره لما قلت لك اهو نجاحك في ليلى بنت الريف كان اضافه لرصيدك يا توحى. رصيدي؟ هو فين رصيدي ده بس يا بيه؟ طب ده انا لسه في اول الطريق وبقول يا هادي. اي عمل ليكي على خشبه المسرح او قدام كاميرا السينما بيبقى اضافه ليكي. وبعدين انت فعلا حققتي نجاح يا توحى، يعني خلاص بقيتي نجمه. النجمه هي ليلى مراد، الست ام كلثوم، لكن انا لسه بدري قوي يا بيه. شفتي بقى انك بقيتي نجمه؟ نجمه ولا نجمه ولا حاجه، ده انا اعرفه بقالي فتره، حكايته معايا حكايه. ده بقى ظابط امريكاني دايما بيجي جازن وبديع، والبنات كل ما بيشوفوه بيقولوا عليه انه مغرم متيم بيا، وانا بصراحه ولا معبره. صدقيني عنده حق، انت زي القمر، هو كمان شاب